طب وصلنا بالسلامة يا جماعة، الحمد لله لسه واصلين الشارع. اغنية صراحة بتدلي يعني، واقف كده يا جماعة والله حاجات كده بتجيله كده تزعله يعني. في اغنية من الواحد بيسمعها على طول اللي هي بتقول لك انا بغنيها واحد حاسس ان قلبه يتقطع كده يعني حاسس ان الدمعه تنزل من عينيه فعلا. في اغاني كده يا جماعه عمرك ما هتحس بيك لما تطلع بره مصر. والله مصر يا جماعه جميله والدول العربيه جميله والدنيا زي الفل، بس انت لازم تسافر يعني، مش حوار لازم تسافر، انت نفسك تسافر فخلاص يعني، لا نفسك تسافر عايز تجرب الغربه وجربها يا عم، جربها ازاي؟ هتخسر شوية هتخسر كتير، لكن هي تجربة لابد منها عشان ما تطلعش تندم وتقول يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. يعني أنا مثلا أقول لكم على حاجة، أنا كنت بحاول أسافر من 2018 وفعلا حاولت أعمل التجربة بس كسبت يعني، إيه أجلتها للسنة دي، السنة اللي هي السنة دي حوالي 4 شهور، أنا سافرت 4 شهور، لكن هي تجربه صعبه شويه فريده مش هتنفع انت تسافر. وندمت في نفس الوقت ان انا ما سافرتش من زمان عشان قول يعني يا ريتني ان انا يا ريت ان انا كنت سافرت من الاول، كان زماني لقيت شغل مثلا في الوقت اللي انا كنت ناوي اسافر فيه كان زمانه احسن من هيبقى دلوقتي. فما تاجلش يعني، ما تاجلش اي خطوه انت نفسك تاخدها، او صفي بس خده. لو انت شغلك شغال في مصر الدنيا تمام، خليك في مصر، اهم حاجه انت يكون قبل ما تسافر تكون لغتك كويسة، زي طبعا لغة زي الزفت الحمد لله، تكون لغتك كويسة جدا جدا يعني، تحدثها واستجابة، عشان انت هنا بتكلم الشعب حتى المواطنين يعني بتكلمهم جديدة بتكلمهم يعني، أو تتعلم أردو اللي هو الأمازيغي والهندي والباكستاني، ثلاث جنسيات دول بيتكلموا على الأردو. لا مش الأمازيغي، الأمازيغي ده مغربي. طلع الباص ده يا جماعه راح الكورنيش، في باصات في كذا نوع باص، في باص يروح اللي هو الفنطان اللي انا رايحها، وفي نوع تاني اهو يعني احنا هنسال اللي جاي ده كمان شوف رايح فين، خليك تبقى معانا كده ده حوار يا جماعه. هو المفروض المتعارف عليه ان انا بركب الباص اللي هو الطويل ده او الجريد. ولا شبنا؟ Take it okay, huh? بتتفرج معايا في الشارع دلوقتي على الامارات كلها في شديد بعض يعني يا جماعه ازاي شديد بعض يعني، ازاي في بينها شارع في
جيل الشرق عجمان جيل عجمان وهكذا يعني فاهم. الدنيا مش صعبة يعني انت الدنيا صعبة محتاج بس ايه تخرج من الظلمات تاخد قرار بسهولة ولو ما تروح دولية فده أفضل ليك ده أفضل ليك كتير قوي اللي انت ممكن تاخد لك عربية تجار سهلي سهلي أو ريحك جدا كتير يعني ريحك كتير لكن خلي بالك عشان الغرامة هنا بتدفع معاك غرامة هنا نظام صنع مالي يعني اقل غرامة السلام عليكم كده 500 جرام فانتوا تستقبل الحسابات يعني تستقبل الحسابات اللي انتوا بتكتبوا ما شاء الله بتضربوا في بعض فا خلي بالك معلم انت جاي لو هتأجر عربية فالموضوع بسيط انت تأجر لكن الغرامات تكفي هنا مش زي مصر هنا نظام هنا قوانين تحكمك قوانين المرور بالذات يعني قوانين صارمة وغالية جدا يعني احنا المفروض رايحين المحطة اللي لسه معدية دي رايحين فعلا المحطة السابعة كان مخبي مع طريقنا يلا قد وصلنا الحمد لله رب العالمين بسلامة يا جماعة إلى محطة الشارقة الرولة الرولة الشارقة وصلنا بالسلامة يا جماعة الحمد لله لسه واصلين من الشارقة انا عامل سواق البصرة دي مؤخرا صار 10 اسبوع دي اصلا عايزين اعوض عليها شغل يعوضنا عن ده كله ايه بعد وقت رحنا شركة جيت تكشير كنت مع علي موسى بالثلاثة على بيت اللي هي شركة محترمة خليك معانا صراحة من ضمن الحاجات اللي كان نفسي اشتغلها ان انا اشتغل في محطة خرطوات او اشوف ايه نظامها يعني هي بيبقى محتاجين مهندسين معينين مهندسين كيمياء مهندسين بيبقى جوه تخصص كتير انجينير يعني حاجات كده لا نوعا خواصر خرسانة وكده وحتى لو بس صراحة شيء ممتع يعني ده من ضمن رحلات البحث عن عمل يعني
الفضل تعالى ان احنا ربنا يكرمنا يا باشا. ممتع صراحة، ممتع جدا يعني، حتى دي بتاع كده وبتاع.